J'ai eu le temps de réfléchir sur la condition humaine. Hi, Mia. Hello. Hi. Good to have you. أنا كمان كتير مبسوطة إنه معكم. Thank you. For people who don't know, and I met you, I think I was she virtually. كنت عم بشتغل على شيء لمن تشرين. And كنت لازم أسهر. عم نعمل بوستات كمان نحشد العالم تنزل على الشارع. And سيابت أنت, you were staying up. وقوي كتير بالعربي, أنا بعدني شوي. عندي كم مشكلة صغيرة and مثلي أنا and عم بتساعدني بالعربي كواعد تحط ضمي هون فتحة هون المتابيو بعدين سألتك ليه فائقة بعدين كانت ساعة واحدة أو تنتين قلتي لي لأنه أنت هلأ you are an operator على الخط الساخن تبع Embrace اللي هو Suicide Hotline صح و I personally found that to be so cool هلا هي القضية منا كتير cool بس I think that and صالحيني إذا أنا غلطان بس تقدري تحكي مع شخص بده يقتل حاله and to invest or to capitalize على هيدا 0.001% من from his spirit to convince him إنه لا don't do it I think super cool هلا أكيد أنت كمان you're a psychologist right محللة نفسانية معالجة معالجة ما أوز ميكس بتوين إيه في كتير فرق بيناتهم كلهم so you don't مطاعت دواء أنت لا ما بنوصف أدوية نحن بنعمل talk therapy أو العلاج الكلامي نفسي أوكي فأكتولي إيه يعني أنا مش operator أنا supervisor فأنا بشرف على الoperators فريق كتير هيك عنده شغف كتير لهيدا القضية ناس كتير dedicated متطوعين مثل ما شفت انت يعني مثل ما انا كنت سهرانة لحتى كون موجودة معهم هن actually عم بياخدوا الخطوط على الخط الساخن وعم بيكونوا موجودين للناس اللي عم تمرق بهالصعوبات القاسية هلا وغير هلا يعني معظم الأوقات وأنا I train and I supervise ومن الأعضاء المؤسسين لجمعية Embrace اللي هي أطلقت هذا الخط الساخن تقريبا من 3 سنين ومن وقتها عم يعني في هيك تغييرات كتير كبيرة بلبنان من الناحية الصحة النفسية وقدي عم نحكي عن هذا الموضوع قدي عم نحكي 100% قدي عم نحكي عن موضوع كان طول عمره كتير تابو نحكي فيه وخاصة موضوع الانتحار وكانت نقلة نوعية إذا بدك لقلنا أنه نعمل هذا الخط الساخن لأنه كنا كتير عتلانين هم هل العالم رح تتصل ولا لا هل حيكون في خوف أنه أحكي مع حدا غريب عن مشاكلي عن صعوباتي عن أفكار هيك كتير إذا بدك يعني الواحد يمكن ما بيحس أنه بيقدر يحكي فيها مزبوط مش بثقافتنا أنه نحكي عن مشاعرنا عن أفكار هيك مش يمكن مقبولة بالمجتمع بس كنا شايفين انه في حاجه واكتشلي التمسنا هذه الحاجه من الارض يعني نحن بلشنا من كم سنه نعمل مسيره الصبح بمناسبه اليوم العالمي للتوعيه حول الانتحار اللي هو International Suicide Prevention Day A few years back اطلقت جمعيه امبريس لاول مره الاحصاءات اللي بتقلنا قد ايه في ناس بتوفوا للانتحار بلبنان وشفنا انه تقريبا بمعدل شخص كل يومين ونص بيتوفى للانتحار وهون كل يومين ونص on average وموست بروبابلي هو اكثر من هيك المعدل اتس اندر ريبورتد لانه كمان ما بنوثق الانتحار بشكل كتير واضح في كونه بيستحوا وفي ناس بيكذبوا ما بيقولوا انه الشخص ما بيحطوا السبب الحقيقي على وثيقه الوفاه او الديث سيرتيفيكت فهذا الرقم للأسف الأرجح أعلى من هيك يمكن شخص كل يومين شخص كل يوم ونص ما عندنا الإحصاءات الدقيقة بس نعرف أنه هذا المعدل تقريبا ف we started a suicide walk اللي هو actually شيء كتير معروف برا بيعملوه بأمريكا بيعملوه بأوروبا وعملناها على وجه الضوء لأنه حسينا قد هذا الموضوع معتم عليه وبدنا نطلعه شوي to the light so it's a 5 a.m. walk
بيجتمعوا الصبح الصبح وأول ما بلشناها يمكن كان 10 أشخاص أو 12 شخص، وهلأ في بحدود 300 شخص بيوعوا الساعة 5 الصبح to join this walk. فمع الوقت بنينا مجتمع قادر يتقبل موضوع الانتحار وقادر يساند الأشخاص اللي فقدوا ناس للانتحار. وهذه كانت من أهداف الووك الأساسية، إنه to be there for the people who have lost someone to suicide. هذا الشيء كتير مهم، لأنه هول الأشخاص بيمرقوا بفترة حداد مختلفة عن الأشخاص يمكن اللي بتوفي لهم ناس. عندك anniversaries، عندك مثلا كل سنة there's the death anniversary of someone، وشخص بيكون بعتد exposed لهيك التفكير. أنت you mentioned المجتمع طبعاً كيف يعني بيستحي يحكي عن هول الأمور أو حتى بيكذب على the fact إنه whether or not شخص قتل حاله. ما بعرف إذا بتوفي رأيي، بس I feel أنت كمان ميديا correct me if I'm wrong، بس بالمجتمع تبعنا already تعبري عن what you're going through إذا عم تقطع بقصص ما بعرف صعبة، ما عنا هالculture نحكي عن listen خي I'm not feeling good، ما بعرف ما عم بقدر أظهر متخذ. You don't have that، لأنه عندك at least عند الشباب في هالمشزم لا أنا totally fine مش حالي، بس نحن نحكي أكثر. نعم مظبوط مظبوط، بنعب النساء بتعبر أكثر، والرجال أوقات بيعبروا بطرق مختلفة غير الكلام، يعني بيعبروا أوقات من خلال سلوكيات معينة، behaviors معينة، sometimes they express من خلال العنف أوقات. Absolutely. بأسلوب مبطن. It's bad. يعني أنا I'm gonna talk about one time. يعني I don't know إذا كنت depressed لأنه ما رجعت رحت على المحل النفساني. But it was one of those days. ما كنت عم بقدر أظهر متخذ. ودقيت لرفيقي. وقلت له ليك ما بعرف ما بعرف شو بني، صار لي 3 أيام مش محمم. هلا I'm being very personal بس that's the case. It is personal. yeah. ودقيت له قلت له ليك I don't know what to do. قال لي اوكي يلا جاي طبش الخط، وبعد بعد 10 دقايق وصل لعندي. كان عنده مناقيش. اوكي فتحت له الباب اكيد. We sat down and we just ate. وحكينا حكينا كل شيء اللي انا كنت عم بحكي كل الوقت، مش هو هو بس لك. انا عن كل شيء. لا عم تحكي عن كل شيء، عم تحكي عن مشاكلك او عن يلي عم بتحسه وليه مش عم تقدر تظهر من التخت. I think ايه هلا already the fact انه قمت من التخت was great. يعني I got freed من هيدا السجن اللي كنت فيه. You know لانه كنت لازم افتح له الباب. بعتقد what was happening was كنت عم خبره اول شيء عن مشاكلي، وانا عم خبره كنت عم حلل ليه بركي عم فكر هذا الشيء. لأن بعتقد when you verbalize والقصص ما بتقوليهم out there but you can kind of quantify them من ناحية إنه ما بقى هال it's not هذه الغيمة الكبيرة السوداء اللي فوق راسك. Now that you verbalized it you can own it. صح. صار عم بحكي شوي بالإنجليزي بس that's the only way بقدر أعبر عن هذا الشيء. And بعد ال conversation ما كان عم بيقلي ليك عمول هيك، ما كان عم بيحلل لي هو which was super important. لأنه لأول مرة تعرف نحن عنا هالعادة كلبنانية or ما بعرف everywhere in the world لما شخص بيخبرك عن مشاكله يقولك طب عمول هيك تركها or تركي or حطيهم عند أمك or you know بيجربوا يلاقوا حلول which is fine. يعني it comes from a good place بس من الآخر أنا ما كأنه ما فكرت بهالحلول. لما شخص أكيد أنت you've been exposed to this جوزة بيضربها وعندها هالستوكهوم سيندروم نوعا ما. إذا تمسك التلفون تقول لك بتعرف شو خلاص تركي، هي أكيد فكرت بهذا الجواب بس ما بدها تسمعه لأنه عم بتجرب تلاقي وسيلة تانية كيف تحل المشكلة. So ما يعني I just heard اللي آخر شيء بعد ما خبرنا اللي thank you for sharing this which is that's amazing. Beautiful of him. وأكيد هلا بكون عم يحضر هذا البودكاست. so, بس آخر شيء بعد ما هو ترك قال أول شيء تأكد إنه totally fine. وتحممت after that. إنه هذا كمان الحمام اللي بعد 3-4 أيام ما كنت حمّر ريحته by the way. بس حمّد أن هذا كان إنجاز to a certain extent لأنه after that I felt better وخليت هذه العلاقة بيني وبينه إنه كنت عم خلاص بلشنا نحكي وكل ما واحد منا بحس حاله مش منيح ما بنستخف بالشغله ما بنقول ليك خي شد حالك هيدا شد حالك كثير بنسمع نو اتس ا بيت مور ان اوكي شو واتس اب مان اف يو كان سي ايتش اذر فيس تو فيس بعد احسن واحسن.
هيدا الشيء كتير نادر اللي أنت عم تحكي عنه معين. يعني it's very rare إنه حدا خصوصا عن الرجال بمجتمعنا إنه يقدروا يحكوا عن مشاعرهم ومشاكلهم، لأنه حتى أوقات بيحكوا عن مشاكلهم بين بعض، بس يمكن يحكوا عنها بمسخرة، يمكن تكون very brief، بس للواحد يفوت بعمق هذا الموضوع كتير قليل. ولأنه يعني I agree with you، نحن سلوغن تبعنا بالجمعية هو الحكي بيطول العمر. لأنه عن جد من talking saved lives، إنه الواحد لما يحكي غير إنه بيشيل عبء عنه، ومثل ما أنت قلت بيصير بيفكر بالأفكار، بيصير it makes sense، بيقدر هيك يعني عم بكبه محل تاني. لأنه لما نكون عم تروضنا كتير براسنا بتبطل productive، بتبطل يعني بيصير الواحد كتير عم بيفكر بالأمور، بيبطل يلاقي لحلول. أوقات لما هيك نفش خلقنا نعبر نحس انه نحن مش لحالنا، انه في حدا موجود عم بيسمع لي، هذا هو اذا بدك الخلطه السحريه للواحد يحس حاله انه احسن، يحس انه بيقدر يكفي رغم الظروف اللي عم يمر فيها. حدا يسمع له exactly. حتى اذا الثاني ساكت صح. واكشلي هذا النوع الاستماع هو النوع الاستماع الفعال، مش انه نطلع بحلول ونقول له شو لازم يعمل. واوقات بنصير نحكي عن مشاكلنا كمان لحتى نفكر انه الشخص يمكن اذا قلت له انه انا عم بمرق بصعوبات كمان هيك بحس انه مش لحاله، بس هاي مش الطريقه الصحيه اذا بدك. هلا there is coming يعني there is comfort in knowing that منك لحالك right. صح، في comfort فيها، بس لما اكون انا عبالي عن جد احكي بدي حدا يسمع لي بدون ما احس انه كمان انا بدي اعتل همه. هلا اذا بدي اعتل هم هذا الشخص يمكن انه هو مشاكله يمكن حس انه انا عم زيد عليه او عم كون عبء عليه، وهذا ممكن يخليني المره الجايه انه ما كتير يمكن افتح قلبي او الجأ لهالشخص. it depends. Yeah. بده يكون في شيء ميوتشوال يعني باك اند فورث عم بيرو. فاليوم لما بيجيكم تليفونات بهالهوت لاين، شو بتقولوا هوت لاين بالعربي؟ خط ساخن. خط ساخن اوكي. هلا نجي هي لما شخص بيتلفين هو اول فشخه مزبوط؟ 100% يعني هيدي اول فشخه، يعني من ميلي بجي عباله يعيش صح. اذا بيتلفين اكزاكتلي exactly. اكزاكتلي كانك معنا بتريننج مدى يا لا بنت محلل نفسي 100% نحن وي كابيتالايز اون ات كثير هيدي، يعني بنقول للشخص يعني اول خطوه عملها يعني في جزء منه مسك بالحياه، وهذا الشيء اللي نحن بدنا نلقطه ونجرب نفرجيه كمان على الاتصال. بيدي اقولك عم بيزيدوا حالات الانتحار بهالوقت او دو يو ثينك ما أعرف الإعلام بركي عم بيلقوا الضوء على هذا الشيء كرمال يعملوا political statement معين ما عم بيزيدوا بنسبة إنه هيك دراماتيك حتى نحن نعتل هم كتير. بالنهاية actually نسب الانتحار حتى لو قلت لكم يعني شخص كل يومين ونص بالنسبة للpopulation تبع لبنان وعدد السكان منه نسبة عالية، يعني في دول تانية النسبة تبعيتها أعلى بكتير. نحن عنا خصائص معينة بمجتمعنا، أول شيء إنه نحن كتير كولكتيفست، يعني لما يصير في حالة انتحار كلنا بنسمع فيها مثل ما نشوف، ما بتأثر بس على الشخص وعائلته 100% بتأثر على المجتمع كله، بتأثر على المدينة اللي حوله على الضيعة، يعني it impacts الكوميونتي ككل. فهذا الريبل إفكت اللي عنده إياه هو ممكن يكون مأذي أكتر بكتير من إنه بس يكون في عنا حالات انتحار، فهي مش كتير عالية. وب 2019 بال 2019 زادت بحدود 16 حالة، يعني okay. كان عندنا 171 وفاة للانتحار بهالسنة، ونحن وير تراكينج هول الأرقام، بناخذهم بشكل هيك دائم من قوى الأمن الداخلي. 2020 أولا يعني أول 3 أشهر من السنة كان في عندنا 40 وفاة، هلا نحن بصدد نجيب الإحصاءات لآخر 3 أشهر كمان هلا من بعد كورونا ومن بعد الحالة الاقتصادية، بس ما في هالزيادة اللي alarming، بس عم نسمع عنها أكتر مثل ما قلت لأنه الإعلام عم بدوي عليها أكتر. Do you think مع الأسس اللي عم تتراكم فوق بعضها، يعني مع كوفيد 19 مع الحالة مع الانهيار الاقتصادي الشامل، Do you think it's going to add, it's going to get worse؟ الخبراء العلميين يعني حول العالم وخبراء الصحة والـ WHO حذروا من هذا الشيء، وقالوا إنه كوفيد مع الامبليكيشنز تبعه على العالم globally والglobal recession اللي عم تصير حول العالم وأثار اللوك داون اللي منشوفه أوقات مش دغري
immediately. أوقات منشوفه بعد كم شهر هيدا الأثر. كان في warning signs، يعني كان في تحذيرات إنه نسب الانتحار والاكتئاب والأمراض النفسية رح تزيد، لأنه هيدا الشيء العالم عم بيختبره لأول مرة يعني ما عنا، وبعده كمان مش محليناها لقصة كورونا، بعده موجود وبعده بيهدد مجتمعاتنا. فإتس ريسك and people are anxious أكيد، وهالanxiety ممكن تولد اكتئاب وممكن تولد تفكير بالموت أو بالانتحار أو شعور باليأس. بس اليوم بلبنان دايما لما حدا بينتحر دغري الناس بيقولوا إيه بس أكيد كان مريض نفسي، مزبوط؟ مزبوط. بس مش هيدا مش مزبوطة، لأنه اليوم لما الشخص ما بدي أسميه يعني انتحر جمعة الماضي بالحمرة، انتحر لأنه جوعان بس ما كان مريض. هيدا يعني لازم الناس تعرفها. يعني اليوم ما بعرف أقول الديزيسبوار، كيف بتقول الديزيسبوار بالعربي؟ اليأس. اليأس، الجوع، مشكلة مصاري، إذا حدا ما بيقدر، مثل ما شفنا من كم شهر بي انتحر لأنه ما عم بيقدر يعطي مصاري لبنته لتشتري منقوشة، فوصل لمرحلة مخنوق. مخنوق is the correct word، واليأس هو ال correct word كمان، بس أنا أفضل إنه نركز على الشعور باليأس من إنه نقول إنه المسبب هو شيء إنه ما قدر يعطي مصاري لبنته. هذا كان يمكن trigger، يمكن كان وضع خلى هذا الشعور باليأس يزيد عنده، فعشان هيك بنجرب نركز على الشعور مش على الحالة الظرف، لأنه الشعور هو شيء فينا نساعد الشخص فيه، فينا نوقف حده، فينا نمدله الإيد. مثل ما أنت قلت لما شخص يتصل فينا على الخط السخن أوقات بيكون حاسس بهذا اليأس، بس لما يحس أنه منه لحاله ممكن يبلش هذا اليأس يخف شوي. ف يعني أنا ضد أنه نبسط الأمور أنه هذا السبب إقال هذا السبب أنه ظرف معين. في أكيد ظروف، وأصلاً ما في صحة نفسية مدايا بدون ما يكون في عنا أسس حياتية أساسية. يعني إذا الشخص مش قادر يأكل ويشرب، يطعم ولاده، يكون في بيت فوق راسه، يكون عم بينال حقوقه الاجتماعية الحقيقية الأساسية، ما في صحة نفسية أكيد. يعني نكون عم نضحك على بعض إذا ما نقول إنه الإنسان بده يكون حاسس حاله كتير منيح بدون البيسك نيدز. إيه أكيد. لا يعني أنا عم أقوله كان إنه بيقولوا مريض، يعني بيكون عنده مشكلة هو أساسية ليوصل لهالمرحلة. خلينا، لأنه في وجهتين نظر، في علماء النفس اللي بيشوفوا، لأنه نحن بدوماننا بنشوف كتير أشخاص بريسك الانتحار بيكونوا عم بيعانوا من أمراض نفسية، وساينتفكلي علميا 90% من الحالات الانتحار هي نتيجة مرض نفسي أو بيكون في مرض نفسي فاعل. بتجي الظروف الاجتماعية كمان ممكن تفائم هذا الشيء وهيك تتفشوا أكتر. وفي عندك 10% من الوفيات للانتحار بتصير لأنه صار في ظرف طارئ، صار في صدمة معينة بحياته للشخص، صار في خسارة فجأة، كانت خسارة مادية اقتصادية ممكن تدفع الشخص ليحس بهذا اليأس الكبير وينهي حياته. لكن when it comes to الشعور، يعني أنت لما بتحكي مع هالأشخاص على الخط الساخن you're there just at that moment. صح. يعني بدك هذا الشخص ما يقتل حاله at that moment، بس there's no guarantee إنه ما حيصير شيء بعدين. I think كل العالم بتقطع بي depression right، و it's a completely normal thing. ما بعرف شو هن statistics exactly قد إيه نسبة depression الإحباط بلبنان، but أغلبية الوقت بس فينا نحل هذه مشكلة الدبريشن اللي أنا قطعت فيها وما بعرف إذا أنتوا قطعتوا فيها. كلنا إذا مش دبريشن دبريم. كيف بتقولي دبريم؟ يعني اللو مود إذا بدك، أو المزاج الواطي المنخفض، الشعور بالحزن. في فرق بين الحزن والاكتئاب. الحزن كلنا بنمرق فيه سادنس، بس الدبريشن هو يعني مصطلح أكتر بيقلك إنه في عوارض بلشت تأثر على حياتك، يعني ما قادرة أنت مثل ما شوي وصف معين، بتأثر على أدائك، ما بقدر أقوم من التخت، ما بقدر أروح على جماعتي أو على شغلي،
ابعد عن عائلتي، بطل حس انه انا في اهتم بولادي او اعطي عاطفه للاشخاص اللي حوالي. هون بتبلش العوارض تكون عم تاثر على حياتي، بدنا نطلع عليها من جهه انه ممكن يكون بحاجه لعلاج. بس الحزن اذا ما حدا بيسمع له الحزن بيتحول على اكتئاب عندي انا. ممكن اذا الشخص عنده ريسك فاكتورز وعوارض خطر تانية، وهذا الحزن طول مثلا prolonged الشخص ما عم بيقدر يطلع منه، اكيد ممكن يصير اكتئاب. بس هو كشعور كلنا لازم نمرق فيه، وكثير نحن بنقول كبسيكولوج انه اوقات لازم we have to embrace the feeling. اوكي، يعني نقعد مع الشعور بالحزن، بالغضب، بالخوف، بالانسرتينتي. يعني هلا كنا عم نحكي قول لحالي يعني كلنا لما نحس بشعور هيك سلبي بنجرب نتخلص منه، انه شو في اعمل بس لحتى ما احس هيك، لانه هذا شعور نيجاتيف وسلبي ما بدي احسه. ما حدا منا بيقول انه هيك بيستقبل هذا الشعور انه ما علي فيه اقعد معه فيه حس شوي انه لانا بتنقي فلايت صح. يعني بدنا نقعد اوقات حس انه ايه هيك اوقات من يعني بقول للكلاينتس بالثيرابي انه we have to really sit with it، يعني انه حس انه اوكي هذا الشعور هون وبدي اقعد انا وياه على نفس الكرسي استقبله وكون مرتاحة فيه، لانه بيرجع بيروح يعني ما حيطول كتير. بس ما كتير كل الوقت كون بدي حس انه بدي اتخلص منه. وهلأ في عنا شعور الانسيرتينتي كمان اللي هو القلق على المستقبل والمجهول، اللي هو كمان شعور بدنا شوي نتقبل ونتعايش معه كمان. كنا عم تحكي عن الفايت اور فلايت، كنت عم ما عرف كنت عم I wasn't feeling good هذيك المرة وقررت اركض and جربت حلها مع السبورتس. عم جرب I'm trying to pump my brain مع endorphins أو serotonin أو هاي الله شيء، وأنا عم بركض بلشت أركض أسرع وأسرع وأسرع وما بعرف ليه بس كانوا عم بيدمعوا عيوني for some reason. أكيد it's important نجرب نخلي في هذا الموضوع and to try to solve it. بس in the end مثل ما كنت عم تقولي لازم نقعد مع our thoughts. ما عارف إذا meditation بحل هذا الشيء. I think it's a huge بيساعد كتير because once you put these thoughts بمحل معين and like I said they're not that big cloud you can get over them or at least learn to understand them وبعدين جرب تحل اللي صح you're in this position. مزبوط. فأنت عم تحكي عن شغلتين مع بعض ناتهم كتير مفيدين. واحدة اللي هي منسميها behavioral activation أو التنشيط السلوكي اللي هو كتير مهم لما الشخص يحس انه مزاجه وطي. It's very important تحس انه ما ارضخ لهالمشاعر، يعني ما اقول انه انا خلاص ما طالع عبالي اقوم من التخت خليني ضل قاعد بالتخت، لانه اذا قعدت بالتخت مزاجي لحيوطة اكتر. والجسم بتفاعل كتير مع مشاعرنا، يعني لما تقوم تركض انت عم تساهم بتغيير هرمونات معينة بدماغ إلى علاقة بالمزاج، فعم ترجع تشقلها اكتر، وهذا شيء كتير مهم. والشغلة الثانية كتير مهمة اللي ذكرتها اللي هو التأمل أو المديتيشن، اللي هو بيساعد الشخص actually إنه ما يكون كل الوقت بذهنه، يكون في تركيز أكتر على جسمه، ومن خلال هذا الشيء بيقدر يروق جسمه to calm down the body، حتى البادي ما يكون دائما بهيك ردات فعل كل الوقت على ستريس، يعني كل الوقت الجسم مأجج. ونحن بنكون أوقات واعيين أكتر على إنه أفكارنا مأججة، انه عم فكر كثير، يعني we're always aware اكثر of our thoughts being انه we're overthinking or we're anxious، بس we're not aware انه actually our body كمان sends us signs that we are anxious. يعني our body هو بيقول لنا اوقات انه انا خايفان، بس انا بكون بس عم فكر انه انا خايفان او عتلن هم. بس اذا بتلاحظ شوي بتتامل اكثر بتشوف علامات بجسمك على هذا الشيء، وبيكون بيصير هيك مثل vicious circle، يعني كل الوقت جسمك عم بيقول لك انك انت تعبان او anxious، وراسك عم يرجع يعزز هول الافكار وبتعلق بهيك بحلقه مفرغه. يعني حاعطي مثل هيك يمكن للاشخاص اللي عم بيحضرونا تكون مبسطة. يعني اذا انت كنت ماشي بما بعرف بارك او مطرح بوبليك ونط عليك من ما بعرف وين اسد، اوكي رح تركض، بس انت جسمك ركض بعدين حسيت بالخوف، مش انه انت لانك خفت ركضت. الجسم كتير هيك مهم وقوي بانه يقلنا ردات فعل معينه، واذا ما انتبهنا جسمنا شو عم بيقلنا اوقات بنعلق بس بافكارنا بمشاعرنا.
فالبادي از فيري important for us كمان to control our feelings. سي لا سوماتيزاسيون اوسي. كمان. أوقات جسمك بيحكي. Exactly. قبل ما أنت تفكري. 100%. ففي بتكون إيه؟ Exactly. ففي كتير عالم بيعبروا عن الاكتئاب أو القلق تبعهم من خلال عوارض جسدية واللي هو شيء كتير قامن عنا بلبنان على فكرة كتير. يعني بيقولوا لك عندي فايبروميالجيا وعندي مرض لهلا ما. مزبوط. ما في شيء علمي. ما اكتشفني. يعني هيدي سي المالادي صح فيبروميالجي اللي هو وجع بالعضلات الناس بيشتكوا كتير من هيك فيزيكال بينز ومزبوط عند النساء وعند النساء اكثر علميا اللي ما بتعبر مدايا اللي كتير بتكبت بقلبها بتصير بتحس بوجع بجسمها بيصير في وجع بالعضلات تعب كتير وجع راس هيك يعني بيروحوا عند الحكيم لإله لأنه الوجع موجود بس إني مش عارفين سايكوسوماتيك أو بيجعون بطنون في ناس بيجعون بطنون صح صح ظهر رقبة وبيكون هالوجع كرونيك يعني فهون أهمية العلاج النفسي كمان ليه النسوان مثلا ما بيعبروا عن مشاكلهم على أساس بتحكوا كتير أنتوا بين بعض نو مش كل النساء في ناس أوقات فيك تحكي عن غير غير موضوع مزبوط بس وفي ناس منهم واعيين انه عندهم مشاكل مش هيك او ما بدهم يشوفون مش هيك الجسم بيحكي مع حد لل صح دماغهم صح اوكي ايه ايه 100% ايه قبل كل الناس الانسايت كتير مهم يعني الواحد مثل ما عم تقول مدى يكون واعي على حاله واعي على شو مضايقه اذا بتسمع حكي الناس اوقات عقدت معدتي إذا بتسمعي عقدت معدتي بحس بس معناتها غير شيء بالفرنساوي يعني اكسبريسيون كي دي جون اي بلان لو دو انه الشخص عم بيحمل كتير نفسيا فظهره بيصير يوجعه لانه منه جسمه مش قادر بقى يتحمل يلي هو عم بيتحمله فاول سمبتوم ببلشوا يجوا بالظهر هيدا السوماتيزاسيون كمان فهذا موجود بمجتمعنا كتير بيعزز فكرة إنه نحنا مجتمع منه معود قد ما نكون نحكي مع بعض وكل شيء بس مش دايما عم نحكي عن مشاعرنا أكل خرق سوري أنا أغربية الوضع الأساس بكون أكل بلا طعم حكي بلا طعمة right and ما بتوصلي على عن جد المشكلة وما بتعبري عن the way that أوقات هو حكي لحتى يعني نهرب أو نفرجئ إنه نحنا كتير منيح ونحنا كل شيء ماشي حاله بحياتنا بالعكس هذا بيرجع بيعمل بس اللي ما عم بفهمه انه ليه بده يكون عنا رفقة اذا ما بنحكي معهم عن هول المشاكل وده مزبوط في ناس بيستحوا في ناس ما بدهم يبينوا ضعاف مزبوط في ناس بس اقول لك مش رفقة مثل ما بيقولوا if you don't see me at my best if you don't like me at my worst you can't see me at my best انه in the end اذا بس بنعبر عن القصص البوزيتيف بحياتنا مع رفقاتنا it's a form of propaganda ما هيك إنه ما بنكون عن جد عم نحكي مع الأشخاص بنكون عم نعيش parallel realities معهم وهن حرام بركي نيتهم طيبة and they want to help بس ما بيعرفوا شو عم بيصير and in the end تسوي depression طويلة عريضة لأ أنا العالم عم تسمع أكيد فكرتني depressive but I think هذا الشيء كلنا بنقطع فيه right لا لا كلنا بنقطع فيه وأهم شيء كمان نوضح إنه إذا واحد قطع فيه مش يعني إنه حيضل موجود كل حياته هي فترات وبتقطع بلبنان كمان في شغلة الأوتوميديكيشن كتير بيحبوا يعالجوا حالهم الناس يعني بياخدوا أنتيبيوتيك بلا ما يسألوا حكيم إذا حدا بيجعوا راسه بيقولوا دغري يخد بانادول وإذا حدا متضايق في كتير ناس بيقولوا لك خذي حبة الإكزوتانيل أو لأنه مع شامبان هونيك الكيسة هونيك الكيسة لأنه أوقات مثل ما كنت عم بتقول هلأ معين في ناس ما بيقدروا يحكوا بس في ناس ما بيقدروا وما بيقبلوا يتسمعوا أهين واحد يعطي حبة للتاني من ما يتسمع مشاكله هيدي مشكلة صح. كمان مع الحبوب مزبوط. بلبنان وهيك أنا دايما لما نقول قدي صعب هذا الشيء برجع بفكر بالأوبريترز وشغلهم يعني نحن هلأ الهوتلاين بيشتغل تقريبا 17 ساعة ونص وعم نشتغل أنه يصير 24/24 بس قدي كمان شغلهم هن جندي مجهول لأنه إحنا كمان ما بنقدر كل الوقت نضوي عليهم
لأسباب إنه يعني العالم ما كتير تتعرف على الفريق، لأنه حتى ضل حس يعني في أوقات يمكن بيبينوا شوي بالإعلام، بس لحتى الناس اللي بتتصل ضل حس إنه هي مثلاً ما بتعرف الشخص. أنا لمتي أحسن وأحسن. مزبوط مزبوط، يعني هني ما يعني كتير قليل نضوي على الأشخاص، وهو فريق كتير كبير، يعني في عنا تقريباً 100 متطوع. إني صعب إنه إذا أنت اتصلت يمكن يطلع لك حدا بتعرفه، وأصلاً ما فينا نعرف هذا الشيء، يعني إلا إذا يعني الصوت دائماً ما بيبين كتير أنت بتعرف هالشخص ولا لا. بس أنا يعني دائماً بتفكر قديه إنه يمكن الناس ما بتشوف قدي أهمية هذا الشغل، لأنه بتفكر إنه عادي يعني. It's a matter of life and death. هذا أهم شغل يعني. صح. في صليب الأحمر. مزبوط. وفي embrace. مزبوط مزبوط. في ناس بيسألوا الشخص يلي جوابهم شو اسمهم؟ المتصل إيه؟ المتصل في يعطي اسمه، في يعطي كمان اسم مستعار. والأوبريترز إجمالا ما بيعطوا أسميون كمان. حتى إذا هيداك سأل بلكي بدو يرجع يتلفين ذات الشخص بعدين، ما في يرجع يتصل بذات الشخص لا بدو بيرجع بيحكي يعني، أو بيحكي قصته باختصار بيرجع مرة تانية إذا حابب يرجع يتصل. بس كمان لحتى نقدر يعني نتجنب إنه الشخص يحس إنه ما في dependency، ما يكون في الخط الساخن. هو بس نحنا يعني هدفنا إنه كمان نمكن الأشخاص ليقدروا يعملوا خطوة تانية، يمكن تكون علاج نفسي أو يشتغلوا على حالهم بطرق مختلفة، وتكون التليفون هو هيك دفش لإلهم خطوة لقدام من إنه يكون، لأنه نحنا ما بنعطي علاج نفسي يعني، ما رح نقدر نساعد الشخص. يمكن مزبوط. كيف شو يعني بيفريندرز؟ هو مصطلح لمعظم الأشخاص اللي بيستمعوا على الهوت لاينز بحول العالم، يعني هي نوع من المصادقة. you are befriending the person، انت مثل صديق صديق، بس انه ما بيحكي لك اكيد هو عن اشياء الخصوصية تبعيته، لانه هو بيأمن انه انت اهم شخص، انت كمتصل اذا عم تتصلي الفوكس عليك وانت تقدر تحكي. مش اكيد اماجن شخص عم بيذاق لك عنده هالمشكلة، لك تعرف انا كمان يعني خنات مع عندي. بالعكس، فنحن عم نرجع انه نكون هو الاشخاص اللي هن يمكن ما عندهم اياهم بحياتهم يحكوا معهم. بس شفتي يعني I think the key word هي befriender. صح، لأنه you need a friend. أنا بحس بلبنان we all need friends. والمجتمع تبعنا again I'm attacking the مجتمع، لأنه في مشكلة أساسية بال DNA تبع، ما أعرف إذا بس اللبنانية، إنه you don't want to talk about your problems. وأنا بعتقد إذا واحد من رفقاتي بيحكيني بيقول لي معين عم بقطع بهالمشاكل وبديك ما أعرف تساعدني، أمرار ما بيقولوا please ساعدني، بيقول لي you want to grab coffee أو صح بدك ما بعرف تتعشى شي محل. وانا I would be flattered، يعني بنبسط لما شخص بيتصل فيه وبيحكيني بالطريقة، لانه he's reaching out وانا صح. الشخص اللي عم بيحكي لي he's going through a difficult time. صح، و this is very flattering. هذا الشيء اللي we need to capitalize on it. and ما لازم من you shouldn't promote the idea on ايش هذا عم بيرجع اللي انت خبرنا عن مشاكله. نو، اذا مثل ما انت you're there for them hopefully they will be there for you. اصعب شيء للانسان يطلب مساعده. صح، اصعب شيء يعني بيقولوا دائما انه واحد اصعب شيء يقول للثاني بحبه او يقول سوري، اصعب شيء تطلب مساعده، وخصوصا اذا مساعده نفسيه وماديه. ايه كمان، مشان هيك هلا المشكله. انتم حاسين بامبريس انه هلا في اكيد حاسين في اكيد مشاكل سوسيو ايكونوميك؟ طبعا طبعا، الخط الساخن هو مرايه للمجتمع، يعني حتى الاشخاص اللي بياخذوا اتصالات مدايا هن يعني من هالمجتمع، يعني مش انه هن كتير حاسين حالهم كتير مرتاحين كل الوقت، اوقات يعني هن بيمرقوا بظروفهم، ومع هذا وكله لما يكونوا موجودين على الخط الساخن بيحطوا مشاكلهم ورا ظهرهم لحتى يقدروا يسمعوا، وبيعرفوا كتير منيح انه حيسمعوا اشياء ثقيله، وعم يسمعوا اشياء ثقيله. وانا يعني ما في يعني قد ما اقول انه هن فظيعين بشغلهم، يعني الحكي بيكون قليل لا يوصف شو بيعملوا. اند انا بسميهم هوب ميكرز. حلو. هلا مصطلح يمكن مسموه كوبي رايتد، بس عن جد يعني لانه هن عم بيعطوا امل كثير كبير لكثير ناس عم يتصلوا. I think it's part of the embrace mandate. بس 99% من الأشخاص اللي بيتصلوا معكم بيكون عندهم the solutions. صح. فيهم يعني they can find the solution. مزبوط. بس بدهم هالدفش صغيرة. right. وهذه بتلاقيها مش بس مع embrace، مع الرفقة، مع الأهل أمرار.
صح. Hopefully مع الأهل. لأنه who better to give the right information معلومات الصح than الأهل. بس كتير ناس قليل اللي عندهم هذا الشيء. اللي عندهم الدعم العلاقة مع الأهل وعندهم الدعم الجيد من الأصدقاء كتير قليل. يعني إذا حدا عنده هذا الشيء they're very lucky ومحظوظين ولازم يتعلقوا بهذا الشيء كتير منيح لأنه مش معودين. أنا لك عمري 28 سنة وصار عندي هذه العلاقة مع بيي I think من شيء 3-4 سنين بس. أول I think بطفولتي it was fine بس بعدين أهلي طلقوا. Well, I'm going a bit personal here بس بحس maybe it's worth noting. تفتح قلبك. I'm a psychologist. ما في psychologist. لا so أهلي divorced وأمي كانت اللي بتهتم فينا. بي أكيد كان عم بيعطينا هالsupport الفاينانشال كل الوقت and he was there بس كنا عايزينه. أكيد he was a gentleman throughout. بس the only time كان يبين لسوء الحظ was لما كنت سبب مشاكل انه يلا اهتم بابنك. ايه ومن وراء هذا الشيء بلشت انا سبب مشاكل اكتر واكتر كنت اشوف لبي which was interesting when you think about it. سيمي أكيد انه all kids want to be seen. ايه and so بس رجوع سوا by the way they're not divorced anymore. رجوع سوا المهلكتهم. هلا to be honest كان يعني at some point تعودت على الخرجيتين من أمي ومن أبي بس بعدين you know they had to get back together. سوري فيني أتشك شوي. تعرف إنه أنا مني محلل نفسي بس بي محلل نفساني. أوقات الأولاد بيعملوا مشاكل لما أهله بيتخانقوا لا يتفقوا مع بعضهم لأن بيصيروا بيتفقوا مع بعضهم لا يعيطوا على الولد أو لا يقصصوه. فالطريقة ليخلي أهله يرجعوا يتصالحوا إنه هني يعملوا مشاكل. أنا هيك أتعامل. كانوا يودونا على المدرسة. كانت أمي تودينا على المدرسة. ما روح على المدرسة. ارجع كذا أعمل حالة عم فوت. ارجع أظهر وديع وهني يضطروا يحكوا بين بعض وين ابنك لا وين ابنك. بعدين مش الحالة certain extent مع بيي. بعدين رحت على الجامعة وأكيد صار في هالديستنس مع أمي ومع بيي. After a while بلشت أسمع عن بيي إنه hey, your dad is such a great person, he's so cool, he's amazing. بيي كمان عميل بال AUD the American University of Dubai. Your dad's such a good teacher, he's an amazing person. أنا قلت بعرف هذا الشيء مع يعني why don't I have this relationship معه. وبحس جيل الحرب عنده هال PTSD نوعا ما and doesn't open up. So unless أنت بتروح لعنده مع مشكلتك هو ما حيجي لعندك يسألك شو الوضع. So بلشت بتليفون واحد دقله يلي شو بدك منه ماشي بس بدي أحكي معك وبالعكس كان يستقبلني with a smile. يعني كنا نحكي and after a while على 28 it's super simple بمسك التليفون actually هو بيدقل لي صح اللي شو خي كيفك بس حظك حلو حظي كثير حلو صح في كثير اولاد ما بيقدروا يحكوا مع اهلهم حتى لا كبر كون اكيد عندكم كثير اتصالات هيك. هلا انت بنت محلل نفسي وانا معالج نفسي عندي شوي ابروش بيطلع كثير على انه صعوبات الشخص اللي بيكون عم يمرق فيها هلا كثير لها علاقه بماضي ولا علاقة برعايته كيف كبر ولا علاقة كتير بالعلاقة مع الأهل. يعني الأهل هن عم بيكونوا إنسان لح تكون مشاعره وأفكاره بالمستقبل كأدلت مبنية على هيدا العلاقة اللي هو بده يكون فيها رعاية كتير قريبة بده يكون حيطينه. يعني بده يعني الولد بيتعلم كيف يعبر عن مشاعره كيف يحس وكيف يفكر من أهله. إذا هن عم يقدروا يعملوا موديلينج لهذا الشيء عم يقدروا يكونوا هيك مثل لكيف بيكون الكوميونيكيشن الصحيح الولد بيتعلم هذا الشيء منهم بحس حاله إنه هو بس سمعت وليت أكيد لا سمعت وليت ومثل ما كنت عم أكيد لا هذا عم تقوله إيه إنه بركي هن مش معودين يعني صح نحن هلا بشوي منفتحين على الموضوع إنه we talk a bit more عن المشاكل النفسية اللي عنا إياهم هن بركي كمان بحاجة صح
لا 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 لمساعدة يعني بركة هن مش معودين يحكونا أو يحكوا أولادهم لأن ما بدهم يحطوا هالبردن الزيادة بالمئة you know, بس that's why لازم ناخد الخطوة بركة لقدام you know. even if you're going through a tough time بركة البي عم بيقطع بظروف صعبة أو الأم والحلو إنه اللي عم تقوله معين كتير كتير مهم I think إن شاء الله يوصل هذا المساج لكتير شباب وصبايا أودر لأنه كتير شباب وصبايا بحسوا أنه خلص ما قادرين بقى أرجع أعمل هالكونكشن أو بحسوا أنه خلص يمكن قطع الوقت وكبرت وخلص ما في أرجع صلح شيء بس أنه المسج اللي عم تقوله كتير حلو أنه فينا نرجع نصلح وأكتشلي كتير ناس بيجوا على العلاج النفسي ليرمموا علاقتهم مع أهلهم قد لأنه كلنا بحاجة لها ما فينا نعيش بدون هذه يعني العلاقة بشكل معين تكون صحية أنا in my teenage years and in my early 20s كنت أهبل بشكل يعني no way حدا يحكي معي يعني I'm glad بركي ما عملت هالعلاقة وكان فيها الدستنس بينه وبين أهلي لأنه ما كنت أعرف أحكي معهم أكيد if they're good parents if you they know how to discuss بس أكيد in certain stages بحياة الواحد بركي منه prepared ليطلع له لا يعمل هالcommunication ال open ended ال easy you know لأنه I think when we're teenagers نحنا we're just big balls of anxiety ما حدا يعرف شو بده يعمل and إذا بتقرب عليهم مزبوط. you know بيخافوا كي so like you said it's not too late to maybe at some point you couldn't talk بس هلا hopefully if إذا تعمل مجهود إنه to take the step forward it's a good thing بس في أسباب أوقات ما بيقدروا يحكوا يعني في كتير قصص تابو بلبنان homosexuality بيناتهم بس هلا I'm the positive and you're أنت لا بدنا ندور عم بحكي عن تجربتي الشخصية لا نحن بنعرف إنه بلبنان كتير صعبة إنه التينيجرز حتى أولاد أو تينيجرز أو كمان لما بيكبروا كتير صعبة يحكوا مع أهلهم بهذا الموضوع وبيوصلوا لمرحلة وين بنشحطوا من بيوتهم وين أهلهم ما بيحكوا معهم هون كمان أكيد تكون عندكم كتير اتصالات صح من نسبة كتير كبيرة من الأشخاص اللي بيتصلوا فينا هن من مجتمع الميم عين 17% أو 7 تقريباً من الـ LGBT community وفعلاً الستراجلز تبعولهم كتير كبيرة لأنه نحن كل حد مثل ما عم نقول هلأ إذا ما في دعم الأهل بشكل أساسي شخص بحس حاله ضايع بحس حاله هيك ما في كومبس ما في عندكم فكرة بإمبريس من الناس يعني عم بيحكوكم أكيد شو أهم مشاكل شو أي مشاكل بيرجعوا دايماً وكاليلا صعب يعني دونك كاليلا لا سيتواسيون سوسيو ايكونوميك دي جون يعني بتحس انه في ناس بهذا المجتمع اكثر من هذا يعني كاليلا لا بروبورسيون يعني اشخاص من كل الباك جراوندز وكل الووكس اوف لايف وكل الخلفيات بتوصلوا فينا المشاكل هي اكتشلي الاساسيه هي كثير بشكل كثير كبير منها هي مشاكل علائقيه يعني our interpersonal problems هي مع أهلي مع أصدقائي مع شريكي هيدا بتشكل جزء كتير كبير لأنه بتعزز فكرة أنه قد ايه العلاقات مهمة فإذا فقدناها لهالعلاقات أو كان فيها خلل معين ممكن تأثر كتير على صحتنا النفسية بس كمان في أشخاص بدقولنا عندهم صعوبات نفسية يعني مشاكل نفسية كمان هي بترجع بتعكس على علاقاتهم وفي أشخاص عم يمرقوا بظروف اقتصادية صعبة في ناس بتصلوا فينا عم بتعرضوا للتعنيف مهمشين فقدوا بيوتهم في ناس بتصلوا فينا هوملس أوقات ما مشردين بيلاقوا حدا على التليفون على الطريق بياخد تليفونه بتصلوا فينا وهون نحنا بدنا نشتغل كمان يعني منجرب نساعد أكتر ما فينا هذا مش ضمن اختصاصنا بس منجرب نلاقي لهم مأوى معين مؤقت يعني منسهم قد ما فينا بس كل شيء في أنواع ضغوطات تنمر بولينج مثل ما حكيتي كمان هيك تهميش من المجتمع لأشخاص عم من LGBT community كل أنواع يعني هي مثل ما قلت مراية للمجتمع ومشاكله اللي كنت عم بقوله هو
من ناحية السوسيو إيكونوميك باكراوند مش ضروري شخص يكون فقير أو ما معه مصاري كرمال يحس بالإحباط وبسوسايدال ثوتس. هلا اللي عم بيصير مع الكمبليت ديستركشن أوف الإيكونوميك ستراكشر تبع لبنان, في شخص يكون عم بيقبض 3000 دولار بس باللبناني و 2000 دولار باللبناني, فجأة صار 300 دولار. سو اي ثينك هذا الراديكال تشينج اللي عم بيصير بيخلي الشخص يفكر بذوز مش ضروري سوسايد بس ذوز فيري دارك ثوتس انه ما حيقدر يعيش عائلته بقى. اند ذات از ذا موست هارت بريكينج ثينج. يعني كان في شخص اي سو ذا فيديو رفيت على فرماشية مع فرد وكان بس بده يجيب حفاضات لاولاده وحليب. يعني انا ما بعرف انا مستعد اعمل هذا الشيء اف ما عندي, لانه ما بدي ابني يعيش بالخرا ليتيرالي. سو تفهموا ولا انا في عالم مثل لايك يو سيد بيروحوا على العنف, في عالم they talk to friends, some people unfortunately try to commit suicide unless embraced تجي بتفوت بالخط. ولا مجرب اقوله هو نحن كشعب اللبناني we are going through an extraordinarily difficult time. و I think أهم شغلة لازم نعملها هي to نشجع هالcommunication, مش بس مع إمبريش, مش بس مع محلل نفسي, مع بعض أكيد, لأنه I think نحنا we're stronger together. إذا ما نغلطان ما هي مزبوط صح, هيدا أهم رسالة. لأنه في ناس بيقولوا يعني كمان إنه الفكرة من وراء إمبريش مش هو إنه نحكي نسالي مع حدا, هو إنه نحكي, هو انه نحن اذا ما وقفنا بعض بهالفتره. وكثير ناس كمان يعني بيحكوا عن للاسف يعني بنسمع انه السياسيين بيحكونا عن التكافل والتضامن, بس نحن مش هي يعني نحن بنعرف كيف نتكافل ونعرف كيف نتضامن. هيدي قوه عنا, بس كمان مع التكافل والتضامن لازم تو فايت. بدي اسالك سؤال, بدي اسالكم سؤال. انتو لما بيجيكم تليفونات صعبة رح تسمعوا قصص كتير صعبة, مش بس مشكلة نفسية بس في قصص سيدي تراجيدي يعني صح. كيف تحموا حالكم؟ بتكافلنا وتضامننا. نحن عنا فريق كتير قريب يعني مثل عائلة, وفي يعني أخصائيين نفسيين كمشرشين كمان بيعطوا هذا السبور للمتطوعين. المتطوعين بيعطوا سبور لبعض لما ياخدوا, في أوقات واحد بياخد تليفون بيسكر بيبكي. إيه بيتأثر. بيتأثر لأنه أكيد, لأنه نحنا إنه مش خالين من المشاعر والأحاسيس يعني أكيد. وبالعكس لأنه نتأثر لأنه في تعاطف هالقد عالي, ولما التعاطف موجود ما كان المتطوع صار متطوع على الخط الساخن, فطبيعي إنه نتعاطف. بس بالتليفون بنكون قوية لهذا الشخص لأنه هو بحاجة لقوة, وبعدين بيعطوا سبورت لبعض, بنعمل اجتماعات بنحكي فيها عن شعورهم, بيعملوا هيك ديبريفينج, لأنه كل مهنة فيها هيك شغل إنساني كتير هيك فيه قريب كتير من الناس, في احتمال بيرن أوت يصير. فمنحميهم من الإجهاد نحن المتطوعين من خلال أنه دايما نكون موجودين حدهم. بنعمل نشاطات أوقات خارجية برات المركز كمان لحتى نقوي علاقتنا وثقتنا ببعض, وهن بيعطوا كتير دعم لبعضهم. يعني أوقات مش بحاجة لمشرفين عياديين, بيدعموا بعض. وهن برجع بقلك يعني هن بس لما أحكي عنه أنا هيك بتأثر كتير بتأثر كتير, لأنه عن جد بيمثلوا شيء بالمجتمع اللي نحن بدنا إياه بلبنان. هيك Thanks for coming, Mia. مرسي لكم لأنه عم بتضوع على هذا الموضوع. لأنه هذا اليوم كنت باجتماع مع حدا على فكرة الصبح وقال لي الشغل اللي عم تعملوه هو اللي حيشيلنا من الوضع الزفت اللي نحن فيه. واستغربت أنه عن جد الناس بلشت تعطي هالقد أهمية للصحة النفسية. It's about time, بحس رجع الوقت, صار الوقت صار الوقت.